وقيل ما كاين لا تاخر ولا والو، غير ما راه هضرت على هذا الموضوع بزاف د المرات. الدار البيضاء في بدايه السنه الماضيه بالضبط في 27 يناير، يعني هذه تقريبا سنه، بدينا بالاسعار المرجعيه ديال العقارات بالنسبه للدار البيضاء. من ذاك الوقت لدابا وسعناها الى 13 المدينه، اللي يعني دخلت دابا في الحيز التنفيذي عفوا 17 المدينه، وكاين 8 المدن الجديده في هذه الايام المقبله، و13 المدينه ايضا في القريب العاجل اللي كانت بالتحضير ديالها. علاش درنا هذه الاسعار المرجعيه؟ باش ما تبقاش ذاك المراجعات وذاك التشنج بين الاداره ديال الضرائب وبين الملزمين، هذا باع ارض تيمشي يديروا له مراجعات. اذا هذه سهلت الامور، رفعت الثقه والشفافيه، وقلصات من ذاك السلطه التقديريه ديال مديريه الضرائب. دابا شنو رهان من بعد ما دزنا هذه المرحله الاولى؟ التحيين، ولهذا راه بدينا التحيين في الدار البيضاء. هناك اجتماعات مع المعيشين الوكاله الكونفدراليه للمعيشين العقاريين، وفي تطوان ايضا قبل اخر الشهر غيتم التحيين ديال الدار البيضاء. اذا الاداره غتعمل في اتجاهين، التعميم والتحيين ديال هذه الاسعار المرجعيه، اللي يمكن نقول لكم انها مبادره فعلا قويه وجريئه، واللي تسهلت العمل بين الملزمين المتعاملين في العقار. شكرا سيدي الرئيس. شكرا.